طبعا يوم الخميس الجو عمل عمايل فينا وكان عمال يدينا في اقلام وشلاليت. اهلا 2020، واحنا مفيش حاجه نقدر نعملها قصاد الطبيعه غير اننا نعبر بس ببقنا، نقول بص الجو عامل ازاي، بص اللي حصل النهارده. فبما اننا مش بنفوت اي فرصه غير لما بنستغلها عشان نتعلم انجليش، فليه ما نجربش نعبر عن اليوم العالمي الجميل دوت. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه 5 minute practice، معاكم خالد محي الدين، يلا بينا. This is too much. The weather is cold and rainy. It's raining heavily since afternoon and it's now 10 p.m. People can't walk in the streets because the water level has increased badly. And in some areas, the cars were submerged in water. The problem is that those who are out in the streets can't find transportation to go home. In addition to thunder and lightning, all of that caused electricity outages in some areas. Unfortunately, we have nothing to do but hoping that the weather will change to the better soon. بدأت وأنا بقول this is too much، يعني ده كده over من الآخر، كده كتير كتير قوي. The weather is cold and rainy، الطقس أو الجو بارد أو ساقعة وممطر. It's raining heavily since afternoon، يعني الدنيا بتمطر بشدة أو بتمطر جامد من بعد الظهر. And now it's 10 p.m. ودلوقتي الساعة 10 بالليل، الساعة 10 p.m. p.m. اللي هي بالليل أو مساء و a.m. صباحا. فبيقول لك الدنيا بتمطر جدا من بعد الظهر ودلوقتي الساعة 10 بالليل، يعني شوف بقى لنا كام ساعة في المطر ديت. People can't walk in the streets، الناس مش قادرة تمشي في الشوارع. Because the water level has increased badly، بسبب إن مستوى المية أو منسوب المية ارتفع بشكل غبي جدا. طبعا تقدر تقول water، مش لازم تقول water. و water level هو مستوى المية، و increased يعني ارتفع أو زاد، بتقال increase مش increase. And in some areas، وفي بعض المناطق area يعني منطقة، the cars were submerged in water، العربيات غمرت بالماء في بعض المناطق، يعني المية غطت العربيات في بعض المناطق. The problem is، المشكلة بقى يا حبيبي، that those who are out in the streets، those يعني العايدة على الناس، الناس اللي هم برا، أولئك الذين هم في الخارج يعني الناس اللي برا في الشوارع، can't find transportation، مش لاقيين مواصلات to go home عشان يروحوا بيتهم. In addition to thunder and lightning، طبعا بالإضافة للبرق والرعد اللي احنا كنا سامعينه وشايفينه طول الوقت ده. All of that caused electricity outages in some areas. All of that caused electricity outages in some areas. كل الهرية بقى والحبشتكنات اللي احنا قلناها دي سببت انقطاع في الكهرباء في بعض المناطق. Electricity outages يعني انقطاع في الكهرباء. Unfortunately we have nothing to do but hoping that the weather will change to the better soon. للأسف we have nothing to do but، يعني مفيش حاجة نقدر نعملها إلا أو باستثناء hoping that، إن احنا نتمنى the weather will change to the better soon، إن الجو هيتحول للأفضل أو يتغير للأفضل في وقت قريب جدا بسرعة يعني. وطبعا كلمة but هنا هي زي بمعنى except كده، يعني we have nothing to do except hoping. لا هي هنا بقى but بتحل محل except وبتتقال أكتر. بس كده، ده كان كل اللي حصل في اليوم الظريف الجميل دوت. لو في حاجة معاك حصلت من نفس اللي احنا قلناها شاركها معنا في الكومنتس، ولو حصلت معاك حاجة مختلفة قولها لنا برضو ونشاركها مع بعض كلنا ونترجم بقى ونظبط الحاجات دي. وأخيرا وصلنا لفقرة الإيديوم أوف ذا داي، والإيديوم بتاع النهاردة هو It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. طبعا مش معناه الدنيا بتمطر قطط وكلاب، معناه الدنيا بتمطر جامد جدا. طبعا مش محتاجة مثال، بس انا هقول لك مثال بسيط جدا. Last Thursday it was raining cats and dogs. Last Thursday it was raining cats and dogs. يوم الخميس اللي فات كانت مبهدلة الدنيا. باختصار شديد مش هقول اكتر من كده. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. انا عارف انك بتنسى، بس ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك دلوقتي، وسبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب، وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.